ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم الاربعاء 9 نوفمبر تشرين الثاني 2022. اليوم خلال هذه الفترة انت هتبقى مليء بالصبر والسلام. قد تشعر الآن أنك عاطفي تماما، ولكنك تفتقر إلى الشعور بالوضوح. يمكنك أن تتوقع نجاحا من الممكن أن يتحول إلى خيبة أمل. إذا لم تكن حريصا قد تقابل أشخاص يصرون على التعرف عليك. تخلق التأثيرات السماوية إمكانية حدوث تحول ديناميكي للأحداث، ولكن هذه فرصة رائعة لإجراء بعض التغيرات القوية حقا. هذه اللحظة ليست جيدة لرحلة عطلة، ستقرر قريبا تقديم التزام أعمق تجاه نفسك من خلال بناء خطط لمستقبل أكثر ضمانا. افحص محادثاتك عن كثب وكن على دارية بالمشاكل في الموقف، لأنك تحتاج إلى إصلاحها في الوقت المناسب. توقع أرباح جيدة، من الأفضل إنك تفهم سوء سلوكك الآن والتخلص من مخاوفك. عاطفيا، قد يواجه شريكك الذي يبدو أن كل شيء معه على أعلى مستوى نوبات انفعالية مفاجئة وقد تبدو طفولية. يجب أن لا تهين أقاربك وتتجادل معهم إذ لم تكن راضيا عن تقييمتهم تجاهك. حافظ على هدوءك في التواصل ولا ترهق الجو. قد تشعر بالانجذاب الشديد تجاه شخص معين، ولكنك غير واثق من كيفية الرد عليه. لا تتردد في التغيرات التي تم النظر فيها في الأيام الماضية. الترتيب السماوي لهذه الدورة يجلب معه الرغبة في التخلي عن جميع الجداول الزمنية والخطط الصارمة لصالح فترة من الولائم والاستمتاع. تقترح النجوم رحلة لمكان غريب ومكلف. ضع في اعتبارك ما هو الأفضل، سواء الذهاب إلى حفلة أو البقاء بمفردك لفترة من الوقت. اصنع حلفاء لك. مهنيا، ستنجح في التواصل مع زملائك والاجتماعات وإنشاء اتصالات تجارية جديدة، خاصة في هذا الوقت. كن صبورا مع الآخرين وحاول أن لا تبالغ في ردة فعلك. الآن هو وقت رائع لإرسال نفسك إلى صالة الألعاب، حيث يمكنك التنفيس عن حالتك المزاجية على المعدات وممارسة بعض التمارين أيضا. ستنجح في تحقيق أهدافك بسهولة على الرغم من أن حساسيتك شديدة للغاية. إذا كنت بحاجة للسفر فأنهي مهامك أولا.